مش دائم إلا نحجز لهم عندنا غرفة في الدار حتى يكون لهم فرع عندنا في كل بيت من البيوت. تنساش لما تبني بيتك إنك تعمل لهم حساب إنه يكون لهم غرفة. دائما نسمع في هذه الأوقات على جمعيات نسوية تدعو إلى نصرة المرأة، إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وقوانين دولية وسيدار وأمم متحدة ودول غربية داعمة. وعدد هذه الجمعيات كل مالها في ازدياد، يعني عندنا في فلسطين كمثل في عندنا 47 جمعية ومؤسسة للدفاع عن المرأة، طبعا نتكلم على 27 أو 47 جمعية، طبعا كل جمعية لها فروع في كل مدينة، في كل قرية، في كل حارة، في كل زقة، مش دائم إلا نحجز لهم عندنا غرفة في الدار حتى يكون لهم فرع عندنا في كل بيت من البيوت. تنساش لما تبني بيتك إنك تعمل لهم حساب إنه يكون لهم غرفة عندك. فهذول الجمعيات بتدعوا لرفع الظلم عن المرأة. طيب كيف رفع الظلم عن المرأة؟ اسمعوا هذه العينة من النسوية. مي خونك خوني، عم يفكر يخونك فكري تخوني، جوز عليكي جوزي عليه، تحبي تطلقيه بتحبي تخليه عزمتك، عددي شو فيها؟ الله أكبر، تكبير، الحل مش سحري. إذا بدك تخلص من الذكورية دوري لك على ذكر تاني غير زوجك، أو بدك تخلص من الذكورية دوري لك وعددي تعدد ودخلي مع ذكر اثنين وثلاثة وأربعة، تقدر تقول سنة ذكورية. القضية مش قضية ذكورية، القضية برضه هي هجمة للإسلام. اسمعوا هذه النسوية الثانية. المرأة اللي بتتغطى يعني معناها بتفكر في الجنس. طبعا أنا سمعنا هذا الصوت وإحنا كنا عارفين صوت مين هو، نوال السعداوي الله لا يرحمها. نوال السعداوي بتقول اللي بتغطي حالها هي بتكون بتفكر بالجنس، وربنا شو قال؟ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن. بس نوال السعداوي إلى رأي بتقول كل واحدة تستجيب لأمر ربنا بالغطاء هي بتفكر بالجنس، وكأن هي كانت مولعة لأنه شكلها عندما تشوفها بتقول أعوذ بالله، فكأنها كانت مولعة في هذه اللي بلاش نكمل تضحكش أنت. اسمع هذه النسوية المتأسلمة، خلينا نقول النسوية بتعمل عملية زواج بين الإسلام وبين عهر سيدا وقوانين الدولية بتدعو للفجور. اسمعوا معنا. سلمان بيجوا لعندي بيقولوا لي انت مو فيمينيست لان انت لابس الحجاب، بس بالعكس انا فيمينيست وانا قررت البس الحجاب، بدافع عن حقوق هدول اللي مجبورين يلبسوا الحجاب لانه هذا الشيء غلط كمان. طبعا هذا نوع من انواع التغرير بزوجاتنا وبناتنا، انه احنا مش ضد الدين، احنا مش ضد الاسلام، احنا ما عندك تلبسي الحجاب بس مش تلبسي جبرا عنك، بانه في نفس الوقت هذه الجمعيات الدول المانحه اللي داعمه هذه الجمعيات بتمنع المسلمات من لبس الحجاب مثل فرنسا. بس هون الجمعيات ما بتتكلم، ما في مشكله، اه تمنعهم فرنسا لو منعتهم الحجاب ما في مشكلة، أما إنك تقول لبنتك إلبس الحجاب هون بتدوب القيامة إنه أنت ضد حريتها. طبعا هذا النوع من أنواع الخلط بين الإسلام وغيره من الشرائع الكفر ما ممكن أن يصير. الإسلام صافي نقي، كلمة ربنا سبحانه وتعالى الكلمة الطيبة، كلمة لا إله إلا الله ما بتخلط مع أي كلمة. أحكام ربنا سبحانه وتعالى تدعو إلى العفة، إلى الطهارة، إلى الرحمة، إلى المودة بين الزوجين، ما بتختلط مع أحكام سيدار اللي تدعو إلى تمرد الزوجة على زوجها، تمرد البنت على أبوها، اللي بيصوروا لها الأب هو الحائل بينك وبين حريتك، الزوج هو بعبع بده إياك. طبعا في بعض النسويات كانوا أكثر جرأة على الهجمة على الإسلام، ادعوا أن الإسلام قديم قبل 1400 سنة ولا يصلح، بتحسسك إنه هي بتتكلم على أنينة عصير انتهى تاريخها، وكأنه الإسلام إلى تاريخ انتهى. الإسلام هو دين الله ونزل من ربنا سبحانه وتعالى وما إلوش تاريخ انتهى، هو ماضي إلى يوم الدين. حتى بعض النسويات اللي ادعوا إنه الإسلام يدعو إلى التمييز ضد المرأة، إنه الإسلام أعطى الرجل حق القوامة، الإسلام أعطى الرجل أو الأخ ضعف أخته في الميراث، ولكن لو جينا فتحنا هذا الأمر إذا هذا قضية تمييز، أنا كرجل عندما ربنا فرض علي النفقة على زوجتي مش هذا تمييز ضد الرجل، عندما ربنا فرض علي تكاليف الزواج مش هذا تمييز ضد الرجل. إذا فتحنا هذا الباب إنه نخضع أحكام ربنا سبحانه وتعالى للنقاش وهذا تمييز ضد الرجل وهذا تمييز ضد المرأة، هي دعوة لهدم الإسلام. طبعا هذه رسالة لكل أخت إلي، إن هذه الجمعيات ما بتفكر فيكي ولا برفع الظلم عنك إذا كنت أنت مظلومة. قضايا هذه القضايا اللي بتبرزها هذه الجمعيات هي عبارة عن إثبات ولاء للممول حتى يستجلبوا الدولار واليورو من هذه الجمعيات. حتى الدول الممولة لهذه الجمعيات مثل الولايات المتحدة الأمريكية
لو جينا نطلع هل هي انصفت المرأة اصلا حتى تجي تنصف زوجتي وبنتي واختي؟ في الولايات المتحدة كل 98 ثانية في حالة اغتصاب، كل 6 نساء في امريكا واحدة تتعرض للتحرش والاغتصاب، واغلب النساء تتعرض للاغتصاب في سن ال 12 سنة. امريكا هل هي الان في زوجتي واختي بالوقت اللي قصفت العراق وقتلت واغتصبت النساء في العراق، وفي الوقت اللي دعمت طاغية الشام في اغتصاب نساء المسلمين؟ وين التحرر؟ وين الجمعيات النسوية من هذه الأحداث؟ بعدين الجمعيات النسوية في فلسطين، ليش أن نصير في حادثة من الاحتلال لقتل مسلمة وبنت فلسطين؟ ما بتتحركوا ولا بنسمع لكم صوت ولا حس. بالوقت إذا كانت مرة معدية بشارع ومكشرة بتلاقي كل وسائل الإعلام بتسلط الضوء على هذه المرأة، وبتجي كل جمعيات حقوق المرأة لتحريضها للزوجة ضد أبوها وزوجها وأخوها. وبالنهاية وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، والسلام عليكم.